خلونا استقبل اتصال تليفوني. الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور. مرتبكه. مرتبكه ليه؟ انا اول مره اطلع على الهواء. وانا كمان. انا كمان اول مره. بصي كل مكالمه بتديلي وكل لينك بطلعه كاني اول مره اطلع على الهواء. ولكن هنفك وندردش سوا. طب اتعرف بيكي؟ ينفع ما اقولش؟ انا حاسس ان انا هيظهر اسم بعد كده. اسم حضرتك ايه؟ ينفع ما اقولش؟ طيب كم سنه؟ 28. مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه عن حب؟ لا، صالونات. صالون. بقالك قد ايه متجوزه؟ بقالي 5 سنين. عندك اولاد؟ عندي ولدين. ربنا يخليهم لك يا رب ويستعليهم. طيب في البدايه كان في خطوبه وكان في شهر عسل، ما حصلش اي مشاعر؟ ما حسيتيش بالانسان ده؟ هي الخطوبه قعدت 3 شهور. وما كانش فيه يعني شهر عسل، هو تقريبا اسبوعين ونزل شغل. بس كان بيقول لك بحبك قوي خالص وبموت فيكي، بيقول الكلام اللطيف ده ولا ما كانش بيقول اي حاجه من دي؟ والله هو في الخطوبه كان على طول في شغله وما خرجناش غير مرتين تقريبا. بيكلمني مثلا قبل ما ينام، عملتي ايه النهارده؟ خلاص الحمد لله تمام ونقفل. يعني كنت بقعد اتحايل عليه نخرج كده، لا ما بحبش الخروج، اصل الدنيا زحمه، اصل ما بعرفش امشي في الشوارع، مش عارف يعني حاجات كده كتير يعني. وكنت بقول عادي يمكن هو فعلا ما بيحبش الخروج. لما كان بيجي نقعد نتكلم شويه يعني ما عرفتوش قوي برضه في الخطوه. طيب لما عرفتيه في البيت؟ هو من اول اسبوع جواز، و يعني اول اسبوع عدى تمام، وبعد كده قال لي احنا هنروح عند ماما عشان كان العيد بس هنبيت. فقلت له طب هو ما ينفعش نبيت، هو ممكن نروح نعيد عليهم ونيجي بالليل مثلا. قال لي لا لازم نبيت. قلت له طيب هو باباك موجود واخوك وكده، ما يعني انا هتكسف. قال لي طب خلاص اوكي لمي هدومك بقى وروحي عند مامتك. قلت له طب ليه يعني؟ ده بعد قد ايه من الجواز؟ اسبوع. قال لي ما هو طالما ما تعودتيش ما علموكيش في البيت ان انت تسمعي كلام جوزك يبقى ما ينفعش، لما روحي بقى عند مامتك تعلمك الاول وبعد كده بتعيلي. ده داخل ناشف كده قوي من اولها يعني. قعدت عيطت بقى طبعا وكده، قلت له طيب خلاص حقك عليا ورحت. بدأ بقى ايه كل اسبوعين نروح عند ماما، نقعد مثلا 6 7 ايام عند مامته. طب انا زهقت، طب من تاني يوم مثلا طب عايزه اروح، يقول لي لا ماما هتزعل. طب يعني هو بدأ بقى كل من اول الجواز كله عايزه اروح عند ماما. نيجي مثلا عايزين نخرج، طب نروح عند ماما، ما هي دي خروجه، هو نتمشى في الشارع مثلا وماما اصلا بعدينا بشارعين يعني. بس بدا بقى يتغير بقى جامد يعني، يعني ما حسيتش انه حبني اصلا. يخرج، عايز يخرج لوحده، يسهر مثلا لحد الفجر، بيكلم بنات على النت، واكتشفت ده كذا مره، وبيكلم بنات زمايله في الشغل وكلام بقى مش كويس اصلا. بس اخر مشكله يعني انا كنت مثلا الولاد قلت هتغيره، اقول له مثلا تعالى نخرج مع الولاد، يقول لي لا مشلهم وحش في الشارع مش عارف ايه. طيب هدوم الولاد ماما اللي بتجيبها لنا، يعني ماما كل عيد مثلا هي اللي تنزل تشتري هدوم الولاد وتبعتها لنا. مامته هو ولا مامتك انت؟ مامتي انا. فلوس ولادتي مثلا البيبي الاخير مامتي اللي دفعتها. اللي هو يعني مش متحمل مسؤوليه بقى. مش متحمل مسؤوليه البيت، مش مهتم بيهم، يعني مثلا اقعد العب مع الولاد شويه، لا اصلا انا جاي من الشغل تعبان. يعني مش عارفه. اخر حاجه حصلت كانت في العيد، وقلت له تعالى نخرج الولاد، قال لي بقى انت ما بتزهقيش بقى من كلمه تعالى نخرج تعالى نخرج.
أنا يعني الحياة شكلها كده على طول. يعني حتى لو في يومين مثلا كويس أحس إن هو يعني بعد كده. طيب العلاقة الحميمية بينكم كويسة ولا فيها مشاكل؟ فيها مشاكل. في حد ظهر في حياتك؟ لا. طيب أنا أساسا هو مش بيخرجني أصلا. أنا حتى لو عمته أو خالته أو حد قالوا له يا ابني خليها تيجي تقعد معانا مثلا شوية، لا هو اللي على طول بيخرج لوحده. لو خرجنا يا إما عند مامته عند أخته على طول بيحلف طلاق. يعني لو عملتي كذا تبقي طالق. طيب أنتي بيحصل انك بتكلميه كلام لطيف في بعض الاوقات بتحاولي تقربي منه؟ على طول انا بحاول وهو قافل الباب. هو خطب حوالي مثلا 12 13 مرة قبليه. على طول بقى بيمدح فيهم دول كانوا بس انا مثلا اللي تحصل مشكلة او مسيبها انا مش عارف ايه. انتي خايفة من ايه؟ خايفة يسيبك؟ هو حالف عليا طلاق وانا وكان حالف يعني قال لي لو عملتي كذا تبقي طالق والحاجه دي نسيت وعملتها وفعلا دلوقتي كده يعتبر احنا متطلقين وانا عند والدتي. ايه الكذا ده؟ هي حاجه تافهه جدا يعني. اللي هي لو مش عايزه تقوليها ما تقوليهاش. لا غيرت للولد البامبرز ونسيته في الحمام. دخل شايفه وكان حالف عليه طلاق وانا طبعا في وسط الولاد طبعا طول اليوم معاهم. انت عند مامتك دلوقتي؟ يعني انتوا في حكم المتطلقين؟ بقالكوا قد ايه كده؟ يعني انا داخله في شهر كده. في خلال الشهر دي ما حاولش يتكلم، ما حاولش يصلح، ما حاولش يقول اي حاجه؟ اتصل بعمته وقال لها انا عايزه اخلص، عايز يطلق. فقالت له طب ليه، طب ما نحاول نصلح او كده. قال لها لا مش عايز يعني. فقالت له طب تكلم باباها وقول له وكده. فقال لها طيب خلاص اوكي، وكلم بابا وقال له انا عايزه اخلص الموضوع ده. وبابا قال له طيب اوكي وقت ما انت عايز نقعد نتكلم تعالى. قال له لا انا مش هاجي البيت، انا نتقابل في المكان اللي يعني عند المأذون وخلاص على طول. بص يا بنت الناس، الراجل ده لا كان ليه في جواز ولا كان ليه في حاجه، وبما ان العلاقه الحميميه بينكم مش مظبوطه يبقى الانسان ده عنده عجز جزئي كده او حاجه زي كده، مش كده؟ مش هنقول عجز كلي، ده راجل مخلف يعني ما حدش يقدر يقول ان الراجل ده عاجز، ولكن مش مظبوط، مش كده؟ هو على طول انا بتكلم على العلاقه الحميميه. على طول بيبحث على النت حاجات مش كويسه وبيكلم بنات في كلام مش كويس. ممكن يكون عدم قدرته على ارضاء الزوجه أو إسعاد زوجته هو اللي مخليه ردود أفعاله جافة كده، بيحاول يغطي بيها مشكلة هو بيعاني منها. ممكن يكون كمان عنده مشاكل نفسية. من الواضح إن موضوعك انتهى على فكرة، انتهى. وأي محاولة منك إنك تصلحي الموضوع أو تقربيه أو تحاولي ترجعي تاني في مهانة ليكي وفي ذل ليكي على مدى العمر كله، لانك لما تحاولي وتتحايلي وتقولي له خلاص طب هرجع طب سامحني هتعيشي تحت رجليه طول العمر مش قادره تنطقي، وهتفضلي متهدده بمليون يمين طلاق كل شويه على اي حاجه تافهه، على فلفل ما تحطش على الفول، على معلقه ناقصه على ترابيزه السفره، على التلفزيون اتساب مفتوح، على شباكه ورب، على مفرش عليه بقعه، اي حاجه اي مصيبه هيعملها لك. في ناس بيبقى مكتوب عليها السعادة في حياتها، وفي ناس مع الأسف بيتكتب عليها الشقة، ولكن الشقة ما بيدومش والسعادة ما بتدومش. فما تخافيش، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليه رصة في حياتنا غير ما احنا نتخيلها، ومن أعجب ما يمكن. ارمي حمولك على ربنا وكل اللي تقدري تقوليه حسبي الله ونعم الوكيل.